ويا العسات ماري تغزالي ناوي ناوي ويا العسات قولوا العام الله السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. مرحبا بكم معنا مع احد رواد الفن البلدي لاله عيشه سكود. مرحبا بك معنا، بارك الله فيك. والجميل في الامر ان عشرات واحد السيد اللي هو مولاي علي بالمصباح من احد الرواد الكبار ديال الفن البلدي، وشرف لينا اننا غادي نتعرفوا على ديك الفتره ونتعرفوا على ذاك السيد اكثر. نعم سي كريم، كما قلتي يعني باش تلقى الناس اللي زاولوا الموسيقى مع هذوك الناس ومع هذيك الحقبه اللي تسميو احنا حقبه الرواد المؤسسين ديال الفن البلدي في الرشيديه ولا في ديك الوقت قصر السوق كما خصنا نقولوا، يعني هذا شرف كبير وشرف عظيم، وتنطلب الله طول العمر لهاد المراه هذه المناضله المناضله من اجل الفن ديالها ومن اجل بلادها. ومرحبا بك معنا، بارك الله فيك. قبل علينا خاتي، بارك الله فيك، بارك الله فيك كاملين، بارك الله فيك. اول سؤال لك لاله عائشه، نعم، هو ممكن تهضر لنا الاصول ديالك؟ منين فين تولتي، فين تزاديتي، فين مشيتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شرف ليا باش نهضر معكم. انا زياده وخلوق في ارفود، ومن ارفود كان الوالد عندي كيخدم في ميدالت، عاود هزنا من ارفود ودنا لميدالت. تما كبرت، تما تزوجت، تما طلقت مدينه ميدالت، والارزاق والمكتب. كانت واحدة صاحبتي عروسها قالت لك تمشي معايا لسي بو عبد الله تكوني وزيره ديالي. كانوا زمان كيديروا الوزيره، كيكون الوزير والوزيره. قلت لها مرحبا، مشيت معاها وجيت لسي بو عبد الله. زعما الشرف ليا وفرحوا بيا، وناس الخير الله عمرهم، اللي ماتوا الله يعطيهم الرحمه، واللي باقي الله يطول العمر. امين. وبديت معاهم، كانوا الدراري ديك الساعه كيقصروا، كنقصر معاهم. يعني دابا سمحي لي خالتي غير باش نحددوا سميتو، يعني دابا انت المجيه ديالتك للرشيديه كانت غير صدفه. هي صدفه. دابا كنهضروا على السنوات ديال الستينات. ايه الستينات. ايه يعني جيتي غير صدفه، بحال غير معروضه مع الصديقه. جيت معروضه لهنا. مع العقل الصغار، وكنت المدغره. ايه المدغره، كنت مليا الناس ديال المدغره. كنت مليا بالفن. نعم. ديك الساعه كنغني الشعبي الشلحه. كان بحال الا غير كدندني هكا. ايه غير مع راسي، ما كان عندي زعما لا جمعيه لا والو لا حتى شي، غير مع راسي. جيت لهنايا كنجلس حدا الدراري تما كيبداو يقصروا بالسنيتره والعود ودربوكه وخرخاش وتعريجه. نعم. داك الشيء بسيط. انت وصوتك. اه. ايوا تيبقاو الدراري كيقولوا، انا كنلهج دوك الكلمات في دماغي. نعم. كنعقل خفيف. اه. تسمعهم كنقول معاهم هذه الكلمه، وعاودوا يقولوا لي هذه، وعاودوا نقول هذه. المهم بديت كنحفظ البلدي، بدا كيدخل لي راسي. بدا كيترسخ. ايه بدا كيترسخ لي راسي. واش العرس اللي جيتي فيه مع هذه السيده؟ العرس. كانت فيه فرقه؟ غنات فيه؟ زعما غنيت فيه انا؟ لا لا. ايه. يعني واش داك العرس كانت فيه شي فرقه موسيقيه؟ ايه لقيتهم. من تما فين غادي؟ ايه لقيت داكشي. شكون هي الفرقه اللي كانت فيها؟ لقيت مولود كاوي ومامادو الله يرحمو، والدراري نيت الدرابكيه وتعارجيه كيقصوا. وداك النغم، داك النغم عجبني انا. الولع. داك النغم انا ديالهم عجبني. ديك الساعه مامادو الله يرحمو كان كيضرب الكمال، ومولود كيضرب العود، وعجبني داك الفن ديالهم. كنصمت كيدخل ليا دماغي، بقيت هكاك بقيت هكاك. المهم قال هذاك المسيره كانت غاديه وهي كتزيد تكبر. نعم. شكون هي الفرقه الاولى اللي بديتي معها؟ الفرقه الاولى اللي بديت معها مع مولاي علي بن صباح الله يرحمه. رحمه الله. نعم. مؤسس الكبير الهرم. استاذ كبير. مولاي علي بن صباح المدغري. اه مدغري. الهلالي. اه هو مدغري نيت هو. هو راه من القصبه. اه. راه مدغره. المؤسس الحقيقي. نعم. وصيفت ليا وجيت لعندو للدار، كان ديك الساعه يلاه كيتبنى الحدب. اه يلاه كيتبنى الحدب، مازال الناس ما سكنتش كاع. شنو كانت سميتو الحدب ديك الساعه؟ وقنان. وقنان كانوا كنقولو وقنان، اللي كانوا كيقولو ياك. ايوا المهم قال لي راه بغيت نمشي ندير واحد المسيره للدار البيضاء، نسجل شي اسطوانات، واش تمشي معايا؟ قلت له مرحبا نمشي معاك.
بديت كنجي عندو للدار كل عشيه كنجي عندو للدار كيحفظ لي الكلمات و مولاي علي بن مصباح من دغرة. لا هادشي في الحدب الناس. هو في الحدب. في الحدب واش رايحين حنا جيل جديد في الحدب. كيبدا ينغم بالسنيترا وكيوطع على اي ديسك بحال رجال البلاد بحال عساسه ماريتو غزالي بحال مالي وهبالي بحال بو حبيبي كبقاس كره غاسي معاك الشومه الهاشميه هادو كاع كلهم ديسك ديال رجال البلاد وكيقول لي وكان تردي معاه هذا حتى تعلمتي. المهم انا عندي الصوت الحمد لله صوت كاين هادي ما هادي كلنا تنعرفوها. هو تيقول كيقول لي غير الهضر كنهضر كيساوي على الهضره غير الهضره ديالي كيساوي. واش في ديك الوقيته وسمحي لي واش كانوا بزاف ديال البنات اللي كان كيغنيو ولا كنتي الوحيده؟ لا ما كانوش بزاف. لا واش ما لقيتيش الصعوبات؟ لا ما كانوش بزاف البنات. كانت غنات معاه واحد المره الله يرحمها راه مات كيقولوا فاطمه الزوق غنات معاه هي اللي غنات مع ديك الحرميه وديك سميت داك الديسك ديال الفقيه بن الهاشمي ايه عرفتو هي اللي غنات معاه دي فاطمه الزوق الله يرحمها. هادو باقي ما جيتش انا لهنا كاع اش غنات معاه عاد جيت انا قلت لك تنتمرن معاه يلاه 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 حتى حفظت الغناء حتى حفظت المقامات حفظت كل شيء دخل لي دماغي تبارك الله. وفوقاس كانت الوقيته انك افتتحتي مع العائله ديالك الموضوع ديال انك كتغني بس ممكن تعاودينا وتقبلوا القضيه؟ ايه كانت الله يرحمها الوالده ديالي نهار خرج هاد الاسطوانات هاد العساسه ماريتو غزالي ورجال البلاد ومالي وهبالي وبا حبيبي كبقاس كبار غاسي معاك هادو اللي غنيت معاه عند بو سيفون بالدار البيضاء بلاصه الكازا. كان حدا دارنا واحد مول الحانوت كيصاوب الراديونات كان ديك الساعه غير الراديونات ما كاين لا تلابز لا غير الراديونات والاسطوانه كيصاوب الترنديسك وهي تقول لي الوالده الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين بنيتي واحد المراه كتغني هنايا عند هذاك الراجل اللي كيصاوب الراديونات حنين 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 وكيبكيني كيجيب لي البكا. مرة أي غنى راه زين لا لا قالت لي واخا كاين في الراديو الغنى اللي كيغني وداك الشيء لا لا ماشي بحال هذاك هذاك حنين. ايه قلت لها ايوا صافي راه غادي نجيب لك انا ديك ديك اللي كتغني غادي نجيب لك الاسطوانه ديالها. مشيت خرجت شريت لها الاسطوانه شحال باش شريت لها ديك الاسطوانه ديك التورن ديسك واش 50 درهم ديك الساعه ولا 600 ولا داك الشيء المهم جبتها لها جبت كنور لها قلت لها جلسي جلسها قلت لها هزي هادي ديري لها هك وزي هاد الاسطوانه وحطيها هكا وعاودي ردي هادي هنا صافي قعدي ايه وعاودي قعدي بداي تسمعي. ايه وطلقت لها بدات كتسمع يعجبها الحال وانا نعاود نسكتها قلت لها الوالده قالت لي نعم قلت لها شوفي غادي نقول لك واحد الكلمه راه ما نبغيش تقولي لي الله يدير لك ولا الله يفعل لك انا بغيت كنيت واحد الكلمه تخرجيها من الاعماق ديال القلب ديالك باللي راك راضي عليا هادي اللي كتغني هنا انا افرحي قلعات زمان كانوا كيديرو لنا السبنيات قلعات ديك السبنيه ديالها رمات عليها كافوك راسي قالت لي انا عطيتك الستر والعز الحمد لله العز العز ديما تكوني عزيزه يعني الوالده رضات عليك رضات عليا رضات عليا رضات عليا الحمد لله كنت مرضيه مع والديا هو راه داك الرضا اللي جعلك متالقه وجعلك الحمد لله رضات عليا زعما حتى انا كنت مرضيه مع والديا الحمد لله. لالا عيشه بغيت نسولك دابا باش نافونسي شي شويه في الحوار الحقبه ديال حنا ذكرنا مولاي علي بن مصباح رحمه الله نعم غادي لا بالدم يمكنش ما نذكروش الهرم الكبير ديال الناس الحاج سيدي محمد باعوت رحمه الله هي خدمت حتى مع باعوت وسميتو خدمت مع باعوت. حنا بغيناك تعاودي لينا الذكريات ديالك وهاد الناس كيفاش لان انت عايشتيهم حنا ما شفناهمش بغيناك تقولي لينا هاد الناس هادو كيفاش كانوا كيهضروا كيفاش كانوا كيجلسوا كيفاش كنتو كتخدموا كيفاش ملي كتدخلوا لشي عرس كيفاش تيدار بكم الناس بزاف الاكثريه في الحفلات نعم كيكونوا حفلات وطنيه كنمشيو للحفلات الوطنيه كلشي كاع اللي كان في ديك الساعه ديك الوقيته كيدير العزف ديال البلديات عارجي يا درابكي يا مول الخرخش خصو يحضر ضروري كيجمعوهم كاملين وكيجيو كان بعوت الله يرحمه ولا العربي ولد علو الله يرحمه ولا ماتوا الدراري مساك الله يعطيهم الرحمه كاملين ويرحم جميع المسلمين وكان الفن عزيز كان ديك الساعه الفن البلدي عزيز وكان حلو كانت الناس ولا مشينا لشي شي عرس شي مناسبه والناس ما كتنوضش تنقر الشمس ومازال الناس قاعده رجال ما سخاتش ما سخاتش الناس الفرجه
تبقاش يضربوا في صدرهم كاينو ضغيش راجل كبير ويحزم الرزه في نصه وينوضي يشطح يعطي عادي الناس كان ببساطه تاع وزغرتوا عليه العيالات و... نعم حيت مشي لشي مناسبه لشي على شي قصر كان غير كندخل كنمشي بعدا لحدا مال الكوزينه اللي راه مراديناش كان ديك الوقت اش كيديروا في الماكله ديك الساعه غير الطعام والمرقه ديال الملوخيه والصفر رجل والخبزه كل خبزه قد هاد السينياك نعم نعم وكانت الناس زينه كانت الناس فرحانه وكانت الناس كيعجبها الحال كاين العرس كله كنمشي كاع ما كنتخلصوش غير بالضحك والخير ديال الحباب والوجوه كتقول صافي عندي لك لعيسى واحد السؤال مهم كذلك بالنسبه للاغاني اللي كنتي غنيتي انت مع مولاي علي بالمصباح شكون اللي كان كيكتبهم هو اللي كان كيكتبهم هو حيت هو كان فقيه هو فقيه كان قاري فقيه كان قاري هو كان قاري القران مزيان نيت للمعلومه بعدا غادي نقول للجمهور الكريم واحد المعلومه راه استاذه غاده تعتبر مولاي علي بالمصباح الشيخ الكبير ديالنا المؤسس الكبير ديال الفن البلدي هو الجد ديال مصطفى العنان ايه من ناحيه الام جدو ايه جدو وتحيه للسي مصطفى تحيه للسي مصطفى الكبير ديالنا مصطفى العنان هو يعني يعني جدو باين الوالده ديالو ايه يعني مصطفى العنان الناس اللي تتسائل منين جاب داك التالق راه وارثو ايه وتحيه للسي مصطفى تحيه ليه وكذلك شنو هو المواضيع اللي كان كيبغي مولاي علي بالمصباح انه يكتب عليهم كان الأكثرية كيعجبو يدير القصايد على مالك الحسن الثاني الله يرحمه يعني كان وطني وهذه معلومة لا هما الناس ديال ديك الحقبة كلهم وطني كلشي والحمد لله حتى دابا كلشي وطني غير هو في ديك الفترة كانت واحد الوطنية بواحد الطريقة لأن ما تنساش حنا كنهضروا على واحد الوقيتة كانت فيها المسيرة الخضراء كانت فيها واحد الأحداث وطنية دازت وكان فيها عاد خرجنا من الاستعمار خدينا الاستقلال ديالنا كانت بقى ديك الاحاسيس الوطنيه جياشه في الداخل ديال الناس يعني الحمد لله داك الجيل الوطني وهذا الجيل كذلك وطني كل شيء غير هو كانت مراحل وظروف جعلت الناس تكون ديك الوقت وطنيه بواحد الطريقه لا توصف نعم وكنا الاكثريه قلت حيت كتكون شي مناسبه ديال شي عيد وطني اكثريه كنغنيو غير على الملك الله يرحمه الحسن الثاني الله يرحمه وجعل البركه في السي محمد والاسره العلويه كامله كفا كان عيد العرش ديك الوقت عيد العرش اتمنى ما كانش كيطلعوا القصور اللي فيه الحفلات ما عرفتش شحال كتستمر من نهار في يوم عيد العرش 3 ايام ما كتنعسش 3 ايام كتكون الحفله 3 ايام وهي عيد العرش الى نهار التالي عاود عيد الاستقلال عيد الشباب المسيره من بعد من اللي ولات الليل المسيره حنا هذا كنهضروا غير على ديك الوقيته هذه هي مقصر السوق نعم قصر السوق قصر السوق قصر السوق حيت من المسيره لهنا ولات سميت الرشيديه نعم هذه هي مقصر السوق زعما داز ايام مع الوجوه الله يعطيهم الرحمه اللي ماتوا وجعل البركه في اللي باقي الحمد لله فن نيت دخلي داك الفن نيت بزاف زاد دخلي داك الفن بزاف حبيتي ووليتي محبوبه في البلاد ولات الناس عليك الطلب ونزيدك واحد الكلمه راني ما قريتش قريتش ولكن واعيه غير مهيبه من عند الله والوالدين الحمد لله الحمد لله مهيبه من عند الله خالتي عيشه نعم الوقيته اللي بدات الناس تحبك بزاف ولا عليك الطلب نعم ووليتي ما كتجلسيش وداك الشيء عاودي لينا على هذا الوقت هذا وكيفاش الا كيعيط لك شي حبيب من هنا ولا شي حبيب الله من هنا ولكن تيلقاك عامره وهذا عاودي لينا حيت صيفط لي شي حد ديك الساعه ما كانش التليفون نيت الا كان بعيد كيكتب البرا يصيفط لك برا ولا الا كان هنا نيت كيصيفط لك شي حد ديالو ما كانش ديك الساعه حتى المطر كان غير البيشكليطات كيجيك البيشكليطو حتى الطونوبيلات كانوا قلال اللي دار الطونوبيل ما حطاش باينين البيشكليطات خالتي عيشة راه بغاوك مالي الدرعه فيك لواحد المناسبه النهار السبت ولا الجمعه والسبت تنقول له شوف راني قابطه باش ما نخليكمش كتسناو انا راني خدامه الا انا خرجت بكري راه نجيكم ما خرجتي بكري مخلوفة إن شاء الله إن شاء الله مرة أخرى إذا كنت خدامة بالنهار كنقول لهم باللي نخلط عليكم فهمتك حيت اللي تنعرفو أنت محبوبة عند وسط ديال الناس البلاد وكل شيء يحبك هو بقى ديك المسيرة ديال الفن عاود تلاقي زاد مع مولود زاد وبقى زاد غدا هذيك المناسبات ديال الأفراح كاين الناس شوية في الجمهور اللي ما تيعرفوش هي راه ماشي مغنية ديال الأفراح
راه كتمشي حتى للصداقات السلكات كتكون شي العزاوات هذه يعني كتبدا كنذكروا كنصليو على النبي يعني تبارك الله راه جالت هي باش يعني ما كتغنيش غير في الافراح كتغني في ماشي غنى هذاك تتمدح تذكر النبي فهمتي يعني تقدر تلقاها في هذا الشيء وفي هذا الشيء فنانه شامله بنتورك على العشاء لان فين قلتي شامله يعني السيدة تبارك الله عليها سمعنا بانك جلتي المغرب بزاف ديال المدن واش البلدي ما تاثرش يعني انكم خديتوا مثلا كلمات من باقي المدن حيت سمعنا في واحد القضيه وما نعرفوش هو الصحيحه ولا لا ان في البلدي خدا كلمات من قدر السيد هو يعبر على هذه القضيه اكثر فهمت شنو بغيتي تقول من العيطه العبديه هو هذا فعلا ولكن نخليو الاستاذه تجاوب باش لا في البلدي هو مدغري الى تفيلات ما كان لا عيطه شعبيه ولا عيطه من مدغري غادي الى تفيلات من مدغرة وانت غادي من مدغرة وانت غادي في البلدي نعم تيغنيو صحاب الجرف كيغنيو صحاب الريصاني كيغنيو صحاب رفود الى الرشيديه كامله مدغرة غير البلدي كيسمى مدغري نعم شت البلدي كيسمى مدغري ما عنده لا من لا الفدو لا منا ولا منا النيت راه بلدي بلدي نعم صافي باش نكونوا واضحين في هذه المساله لان هذه القضيه كانت الناس كيهضروا عليها بزاف باش نكونوا من لكل شخص وجهه نظره هي الاستاذه حنا هي قالت الشهاده ديالها الناس اخرين تيقولوا شهاداتهم حنا دابا كنحاولوا نجمعوا الافكار كل واحد خلينا نسمعوا منه وجهه نظر ديالته هذا راه وضحت هي النقطه من وجهه نظرها هي وبتجربتها وجهه نظرها راها مهمه نظرا للتجربه اللي دوزات هي خالتي عيشه بغيتك تعاودي لينا دابا على الفتره اللي صافي استقليتي على هذوك الناس وليتي اسستي المجموعه ديالك وليتي انت المعلمه ديال فرقتك وكتخدمي باسميتك إيه؟ راه حنا جايبين عيشه الزقود إيه؟ ماشي راه جايبين فرقه ديال ماشي راه جايبين فرقه ديال جروب ديال العيالات ومعاه عيشه لا لو وليتي انت سميتك عيشه الزقود عندي فرقه جروب ديال العيالات نعم صافي لقيت داك الشيء لقيتها ما بقاتش بحال اللي كنا كنبغيو واللي كنا كنعرفوا ما غاديش تلقى تمشي لواحد العراضه وتوسخ دماغك في الليل ودوك القدام توفاو ومشاو الله يرحمهم واللي باقيين تخلاو على داك الفن حتى انا تخليت عليه على مقصرة الليل ولا على الحفلات شنو انت درتي؟ درت الفرقه ديالي العيالات يعني باش نقدروا نقولوا بحال اللعابات لعابات نعم حدا كضرب الدربوكه وحدا كضرب التعريجه وحدا كضرب الخرخاش والسينيه وهاد النساء هادو بنات البلاد؟ بنات البلاد وكيفاش ماشك معاهم في الوسط ديالهم تقبلوا عائلاتهم انهم يخرجوا؟ ايه كتقصروا عادي ما شي شويه في ذاك الاواخر ما بقاتش الامور مزيره كيف ما كانت لا كيقصروا عادي ما الحمد لله باحترام المهم انا الاولى كنبدا لهم حيت نبغي نكون في شي مناسبه اي غنية بغيت نصلي على النبي انا الاولى كنبدا عاد كيتبعوني هما حدا كضرب الدربوكه قلت لك نيت مولا الدربوكه كانت جالسه حدايا وانا نيت مولا البندير مولا الدربوكه ومولا السينيور حنا بربعه كون دايره واحد الوقيته خمسه وعاود اللي درت غير اربعه نعم وخا العشاء باش نعاودوا نرجعوا لان كنتي في واحد الحقبه اللي مهمه بالنسبه لينا في البرنامج واش ممكن تذكرينا الاسماء اللي ملي كنتي خدمتي معاهم الاسماء اللي كانوا في الحقبه ديال البدايات ديالك الرجال كل رجال ونساء لان فريم هاد الاسماء راه مزيانين انا اسمي اهم اسماء اللي نبدا لك بالسميات ديال الرجال نعم مولاي عبد الله صباح الله يرحمه باعوت الله يرحمه العربي ولد علو الله يرحمه علي الطال الله يرحمه محمد علي محمد رجل الله يرحمه عروب الرجل الله يرحمه عبد النبي باقي حي مولود باقي حي مولود الكاوي مولود الكاوي باقي حي مامادو الله يرحمه تا محمد بوفوس تا هو كان دراب كي ديك الوقيته باقي حي هادو اللي نيت اللي كانوا الاكاديميه بزاف هادو القدام اللي هو ملي وصل والعيالات خلي بها نشوفوا العيالات العيالات عاود خدمت مع رابح حشاشي الله يرحمها مع العيشه بنتها الله يرحمها مع فطوم الغلود الله يرحمها عاود خدمت مع ماما المختار مازال حيه سعيده المختار مازال حيه هادو القدام هادو نيت الاولين القدام اللي خدمت معاهم اللي ماتوا الله يرحمهم واللي باقي الله يطول العمر ودابا من هنا الفرقه ديالي عاود كاينه معايا نيت جوج فاطمات و ثلاثه فاطمات دروك ثلاثه ديال فاطمات ثلاثه فاطمات الله يحفظهم جميعا انا اللي عيشه زقود ايوا ثلاثه فاطمات انت ما منك جوج انت عيشه زقود وحده ولكن علاش ما حطيتهم علاش ما عفست انا
وخرج كيتبعوني في اي تم واشوفوا لا الشعبي لا الشلحه لا البلدي لا كلش. سمح لي نقول نعم انت يا خالتي عيشه نعم راه ما يمكنش الانسان ما يحترمكش وما يهيبكش لان انت راك تاريخ وراك شيخه ديالتنا هرم هرم اللي تنفتخروا به كلنا الحمد لله كنفتخروا بك كاملين اخواتي وحصل لي الشرف انا كواحد من الشباب بارك الله فيك بارك الله فيك اللي اشتغلت انا وياك الله يعطيك العافيه انا كنت غير صغير كنسمعكم وداك الشيء وهذا وتلقى الكاسيطات ديالك في الدار وهذا عندنا حتى حصل لي الشرف انني فيديو انا وياك درناه وهذا غير بالصدفه ولقى الحمد لله الصدى ديالو وداك الشيء يعني هذا شرف ما بعده شرف وتنحمد الله اللي ربي يطول عمركم الحمد لله الحمد لله حتى شفناكم الحمد لله الحمد لله وهضرنا معاكم وغنينا معاكم الحمد لله الحمد لله العطاء ديالها راه باقي لا حتى الجديد ديالها فاش كانت هي من القصيد هادو كانوا وحدينا في الريساني شوف لا داعي لديك لا لا غير على لا لا ماشي الشركه اسم الشركه لا 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 نعم سمعوني طلبوني قالك واش ديك الساعه كنيت هامي هنا وعند العنان واش جلت انا والعنان نيت هذاك هو ولا جلت انا والعنان هذيك ديالتك انت والعنان راه كانت سميتو وكاينه واحد الكاسيطه اخرى حتى هي كانت لقات الصدى ديال انا كنت دايز في الرباط وسمعتها في شي 2006 2007 كنت باقي شويه اللي سجلتي مع جرافه حميد الحمري ديك لا ديك اللي فيها كاسيطه كامله غير الجرفي الفن الجرفي هاد هاد اللي تحبرك ثاني هما اللي سجلوا هادشي ديك اللي كتقولي فيها وليدي يا وليدي وعدي ايوا هما اللي سجلوا هادشي غير بالقصبه القصبه غير الجعبه وقالوا لي واش نجحات هذيك قالوا لي واش زعما تغني غير مع الجعبه قلت له نغني مع الجعبه في اي اغنيه نغني مع الجعبه كانت هذيك لقات الصدى ديالها تبارك الله كانت هي من القصيد هي من القصيد ودابا في هاد الاواخر هادي يعني في ايامات السي دي وداك الشيء شنو كنتي درتي من السي ديات لهنا مات الفن السيديات خرجوا قتلوا الفن يوم ما تعكزيناش اخاتي راه حنا زعما شجعينا علاش علاش هذا هو هذا هو خاصنا نعرفوا خاصنا نعرفوا علاش علاش مات في نظرك دابا انا خرج الديسك ها هو خرج حتى مال المجتمع كاين شي واحد عاود كاين القتل ذلك هذا ماشي عاود يغنيني انا دياني انا ويغنيها علاش يغنيها سير خرج وحده اخرى انت من عندك ولكن ربما يا بلاتي انا راه من الناس اللي تيعاودوا داكشي ديالكم ولكن بلاتي نقول لك راه ما لا غير صمت غير حيت بغيت انا ممثل ديال دوك الشباب لا غير حيت بغيت تغني داك الديسك وانا هي مولاتو طلبني نغني معاك اذن مني ولا طلب مني الاذن ولا طلب مني الاذن صافي واسمعي عرفتي علاش تيعاودوا وتنعاودوا هادشي ديالكم لان واخا ندير الجديد ما غاديش يعجب الناس بحال داكشي اللي عجب ديالكم نتوما إيه وراه ما مشينا عاودنا ديالكم الا كنحبوكم إيه ما غنيت إيه انا اغنيه ديال مولاي الشريف الحمري ولا ديال العنان ولا ديال خالتي لاله عيشه ولا ديال محمد جلولي ولا الا راني تنبغي هذاك الشخص باش نتعاود ليه الاغنيه ديالو وحييتها له وفكرت الناس فيه وانا وفعلا تترجع لي حتى انا بالمنفعه انني انا عاوتاني غنيت لبلدي القديم كيقولوا واحد الشاب محافظ على التراث هذه انا راه ما تنهضرش على شخصي انا محاور اليوم ماشي بصفتي فنان غير هو انا كنشرح لهاد الناس ان راه ما مشيت عاودت لك الا حبا فيهم هي 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 فهمت خالتي علاقه نشوف على علاقه بالموضوع ممكن عيسى تعاودي لنا دابا البلدي انت حضرتي لي في البدايه ديالو كيفاش تغير البلدي من الوقيته ديال الستينات لدابا واش تطور بهذه الالات عجنه ما بقاش داك البلدي اللي كتعرف العلو نيت عنده الدوق كثرت هذه الالات ما بقاش عنده الدوق ديالو بزاف يعني انت كتقولي زعما يبقى بالخريخيش وبالسريسه وبالطريجه وبكذا باش يبقى على اصلا ماشي حتى على الخريخيش ولا الدربك ولا شي لا واخا كاينين الالات داك اللي بيغني يغني نيت في الدوق ديالو حلاوه الاغنيه كيما خرجت يغنيها في داك الدوق ديالو واخا يحسن لها الالات ويدخل الالات ولكن يغنيها بداك الدق ديالها باش تكون حلوه ويبغيها المجتمع وما يقولش شي كلمات اخرين عوجين دابا حتى الكتابه تبدلت باش اللي في عائلته كيسمع لها كيسمع الكلمات زين تسمع لها مع الوالدين ديالها تسمع لها مع وليدات تفهمنا تكون محترمه صافي نعم فعلا خالتي عيشة نعم بغيت نسولك نعم بطول عمرك الله يخليك لينا وراك خير وبركه بارك الله فيك بارك الله بغيت نقول لك شنو هو الجديد ديالك وإلا ما كاينش قولي لينا علاش
انا ديسك واحد اللي غنيت مع ديك بنت الرشيديه نعمه الدرويش مع نعيمه تحيه ليها من البطني هي اللي طلبتني الشابه حتى هي دابا هي طلبتني وما كانتش عندها الصيغه ديال السوفل ولا عندها الكلمات ولكن ما عندهاش اللحن باش نعم وكنت كنمشي للطار عندها وكندي الطاره ديالي ونبقى معانا اللي عطيتها اللحن ديال ديال كنقولها شي هاد الغنيه خصها تضرب واحد الضريه هادي خصها كذا هادي خصها هادي خصها كذا هادي هادي وانا معاك اللحن معاك على حال الشهر ولا اكثر عاد خرجت لها باش تغني حيت هي لا تغني تقول الكلمات هي كانت باقا مبتدئه أيه. اولا تحيه ليها تحيه ليها اكثر ان ان أيه. ملي جات دخلت فنانه كبيره قالت لي انت اللي بحال الوالده ديالي انت اللي تردي عليا في هذه الكلمات وراه ديك الاغنيه راه لقات الصدى لقات الصدى ولقات المشاهده سجلتوها عند عبد الله هامي اي عند عبد الله هامي عند عبد الله هامي في الكنز وتحيه لعبد الله هامي كذلك لا عمرها دار لا عمرها دار الكبير ديالنا اخوان نحن الان في الفقره الثانيه من الحوار ديالنا غادي نحاولوا نناقشوا واحد القضيه اللي مهمه بزاف حيت لاله عيشه الزقود عايشات الناس من الاوائل اللي كانوا بداوا في البلدي لهذه الفتره هذه لاله عيشه ما كرهناش انك تعاود لينا في البلدي كيفاش تغير من البدايه ديالو لحد الان التغيير ديالو ما بقاوش هادو اللي طالعين ماشي هاد كاينين قبل منهم واخا كيغنيو ما كيغنيوش في ديك الصيغه ديالو كما كانوا كيغنيو الاولين هادو زاد اللي طلعوا دروك واخا كيغنيو الكلمات وهذا ما عندهمش الذوق ديالو كاين واحد كيغني مزيان وكاين واحد غير كيعجنو انا ماشي زعما كنحطمهم ولا كنطيح بهم كنقول زعما اي فنان باغي يغني ديال الجيل ديال دابا غير يحسن الاغنيه باش تخرج حلوه يسمعها الجمهور الحلاوه ديال البلدي فين كاينه كاينه في الالات شت الالات اللي بيغني البلدي ما يكونوش الالات كثار شنو هما الالات اللي كانوا في شحال هذه من البدايه كانت سنيترا عود كمانجا كيكون الكمانجا والعود ولا سنيترا وعود وفي الايقاع والصدى دربوكا تعريجه خرخاش يعني كانت واحد الجماليه في كانت جماليه ديال الفن حلوه وحتى الجمهور كان حتى الجمهور كان كيحب وكيبقى كيستغل ديك القصاره كانوا الا كنا مشينا لشي قصر كيخلطوا علينا من الفيلا يخلطوا علينا من القصر للقصر غير باش يقصروا ويسمعوا داك الذوق ديال البلدي دابا حاليا نقدروا نقولوا بلي الالات عجنوه بزاف شنو هي النصيحه ديالك انا النصيحه ديالي انا انتهيت من داك الفن ما نكذبش عليك واخا ما زلت كنغني راه عندي مجموعه ديالي كنغني وكنغني البلدي وكنغني في الصيغه ديالو ياك غير بالطاره وكنغني في الصيغه ديالو كاين اللي مصرف وكاين اللي ثقيل في البلدي ولكن شوف واحد القضيه صراحه الله تألمت ملي سمعت قلتي وقفت من هذا الفن ما بغيناش ان وحده بحالك واحد الانسان اللي عطات هرم ما بغيناش نسمع انا بعدا ما بغيتش نسمع هذه الكلمه ما بقيتش معاه من السيريدا خويا انت راك دابا شاب من الشباب حاليا اللي نقولوا واخدي المشعل ديال في البلدي شنو دابا انت راك محاور معايا ولكن في هذه اللحظه غادي نردك انت نيت فنان بالفنان وخصك انت اللي تجاوبني هذه القضيه هذه وصغري موما اول حاجه بعدا خالتي عيشه راه اشتغلنا انا وياها وداك الشيء هي دابا في الهضره ديالها راني عرفت بما تقصدنيش انا بعدا يعني كتهضر هي اون جينيرال حنا خدمنا مجموعين حصل لي الشرف انني نشتغل مع هذا الهرم هذه اللي ما كنتش تنظن كاع واش انا غادي نلحق نشوفها بعدا كاع ولا نتلاقاها ولا نجلس معها شي نهار حيانا الله حتى كبرنا ولينا حتى حنا كنغنيو وتعلمنا وزدنا حتى تلاقيت بهاد الاستاذه وجلست معاها وغنيت معاها في سهرات وباقي غادي نقولها من باب الطرافه اخر سهره قبل الكونفينمون ديال كورونا اخر حاجه غنيت فيها رسميه انا علنيه كانت عيد المراه 8 مارس ديال 2020 لان 13 مارس تسدات الامور اخر سهره ليا رسميه كانت معايا خالتي عيشه في واحد القاعه ديال الافراح ديال واحد الناس هنايا وكان عيد المراه وكان حفل نسائي وكان انا وياها غنينا وعجبنا الناس واتفقنا مثلا معاه هي على جوج نميرات جوج ديال الفقرات اللي دير صدقات هي ما كتحاسبش وهزات وبقات تتغني لينا العشيه كلها وغنيت انا وغنات هي وغنينا انا وياها اون ميم طون
اللي بغيت نقول لك باش هي بعدا ما انا تنعرف هاد الفنانين تيكون الاحساس ديالهم مرهف وراه الدخلاني اللي تيهضر وكيكونوا محرقين هما راه كلمه طيبه راه يعطيك حوايج اللي لابس يحيدهم ويعطيهم لك صحيح. وكلمه خايبه تحطمو ويمشي بحالو وما يعاودش يندم على النهار اللي عرف فيه الفن. انا اللي بغيت نقول وملي شفت خالتي عيشه كتقول هاد الهضره وانا حتى انا مألم بحالك ما بغيتش نسمع ان تقولي انا انتهيت من هاد الفن حاشا ما بغيناش. انت خير وبركه وانت ان شاء الله عاد غادي نبداو وعاد غادي نسميتو ما كاينش هاد الهضره. انا من هاد المنبر ديال البرنامج ديالنا السي كريم انا كان واعد الجمهور الكريم انني غادي نطلع انا وخالتي عيشه شيخ الشيوخ ان شاء الله الشيوخ ان شاء الله شيخنا كامل ان شاء الله ان شاء الله غادي نطلعوا نسجلوا ان شاء الله في مكناس ان شاء الله انا وياها ان شاء الله شي عمل وهذا وعد ودابا هذه راه خرجات هذه معلومه وانا وعدت بها وغادي نوفى بها الا بقينا حيين باذن الله. عندي لكم واحد السؤال لان لاله عيشه هضرت واحد القضيه مهمه بزاف اللي هما الالات واش ما نقدرش نشوفكم في واحد العمل مشترك وكاين بالات ديال شحال هذه بدون عصرنا ديال الالات وهي تقدر تكون ولكن دابا ما كيف دير يعني ما عاد الا بغيتي تخدمها هكا كعفويه يعني فيديو عفوي نهزو طير جات وهذا وهذا ولكن باش اننا تسجيل في الاستوديو استوديو ولا كل شيء اوتوماتيك كل شيء الكتروني. وخا نسول لاله عيشه على في هذه القضيه. لاله عيشه الا كان عندك زوج اقتراحات انتيا نعم اقتراح انك يكون عندك عمل بالالات القدام وعمل بالالات اللي حاليا تخدمني فيهم وكيسكون فيك ترتاح لاله عيشه اكثر ترتاح لي بالالات الصغار القدام 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 ما كرهنا صراحه. شتي دابا الا جينا لوجهه النظر ديال خالتي عيشه صالح انه يكون واحد الفيديو عفوي يعني مصور لايف فيديو لان راه وقعت بعدا جلسنا غير بالضحك انا وياها وبعض الموسيقيين وكذا تصور داكشي وتلاح في اليوتيوب ولقى اقبال. يعني هي دابا على حسب وجهه النظر ديالها تنشوف انا بين الا كان فيديو عفوي تصور بطريقه عفويه كاننا جالسين بحال الا حنا ما نردوش البال الفرجه ديال شحال هادي بحال ما كاينش التصوير كاع بعفويه ونعاودو نرددو شي اغنيه قديمه وهادي وهادي. انا تنظن واقيلا تقد تلقى النجاح اكثر من شي حاجه اللي غنمشيو نسجلوها في استوديو ونخسروا عليها المجهود ونخسروا عليها كذا. ولكن هذا لا يمنع اننا نمشيو نوثقوا ونسجلوا في استوديو ان شاء الله كنقولوا الجديد للجده والبالي لا تفرط فيه ياك اخالتي. غادي نديروا هادي وغادي نديروا هادي و تيبقى الجمهور يساندنا ان شاء الله فيهم كامل ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله لاله عيشه حسيت بك باغي تهضري حسيت بك باغي تقولي شنو هو الطموح ديال لاله عيشه؟ انا الطموح ديالي هاد الشباب اللي طلع الله يوفقه الخير. امين الله يعطيه العز والاقبال مع الله ومع عباده. امين في جميع المسار ديالهم الفن راه بحال البحر والفن راه موهبه من عند الله. أنا قلت لكم قبيلات أنا ما قريتش ولكن موهبة من عند الله ما شاء الله جاتني من عند سيدي ربي سبحانه الله هو وتحطت في صدري ما شاء الله وكنغني بها كي بغيت مرتاحة وكنعجب الجمهور وكيبغيني الجمهور والله يطول العمر إن تلقاو شي مناسبة أخرى فين نغني مرتاحة إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله ما كرهناش نتمناو الخير إن شاء الله لقدام لاله عيشة ونقدروا نوفر ما قدرناش أنا نوفروا لها غير واحد ليسباس بالآلات اللي الصغار الآلات ديال شحال هادي ونعاودو نردو ديك الايامات الاولين لان هادو افكار دابا ملي كتستضف شي ضيف وكتعرف شنو الداخل ديالو كيخرجوا افكار. لا شوف شوف هاد القضيه هادو ماشي افكار ديالنا ولكن هاد افكار تنعطوهم حتى الناس. نعم لان 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 ماشي حنا اللي غادي نقدروا نهزو بلدي بوحدنا ولكن كنتمنوا ان الساكنه كامله ان شاء الله لا في... ضروري من المساعدات الساكنه ضروري وماشي بالضروره انك زعما طرحنا هاد الفكره يقدر اي واحد انه شوف بلادنا ما نتسناوش شي واحد يجي يهز لينا بها سيكي خصنا نهزو بها حنا ولاد بلاد ولاد ديك البلاد باش ما يكذبش عليك شي واحد غادي يقول لك غنتسناو شي حد براني هو يجي يهز لينا بالتراث ديالنا. مين حنا نهزو بتراثنا وحنا نوضو حنا فرح بالصلاه على النبي. نعم نعم سنيتره وعود راه كاين الدراري يهز سنيتره وعود ودربوكه وتعريجه وخرخيش نقدروا نخلقوا بها وتخلق فيها البلدي اللي بغيت البلدي المشرف البردي الثقيل وغادي يلقى نجاح بطبيعه الحال وغادي يلقى نجاح لان دابا الناس كتقلب على ما هو تراثي وهو اصيل وكيف ما كنلاحظوا دابا هاد الاغنيه الشبابيه اللي كنعرفوا حنا ديال الفنانين دابا اللي مشهورين شبابيين اذا كلكم لاحظتوا يعني راه ولا دابا لاسبيراسيون من التراث من التراث
ولكن الناس كتجبد من القديم. إيه. ها اللي كيدير فيديو كليب ويدير معاه اللعابات، ها اللي كيدير فيديو كليب في قيطون، ها اللي وراه ملايير مخسوره على داك الكليب، وراه ماشي ما لقاش فين يمشي يسجلوا في قصر ولا في شي حاجه، راه ممكن لا كترجع للاصل، حيت صافي الناس فهمات بين الرجوع للاصل هو الاساس. ودابا حنا حتى حنا راه فهمنا وغادي ان شاء الله هادشي هو المسار فين غنمشيو، وغادي نحافظوا على ما هو تراثي مع الاضافه للمسه شبابيه هذا اللي غتليق بهذا الوقت عاوتاني. وان شاء الله تنطلبوا الله، حنا تنقولوا راه مهما درنا راه ما يسوى والو العمل الا ما ساندناش الجمهور والناس ما عاوناتناش وحبات داكشي وقلبات عليه، راه خص الجمهور هو يساندنا ويعاوننا. عندي لك سؤال وتقدر لعيسى تجاوبني عليه، واش ماشي دخولات الالات الجديده حاليا في الفن البلدي كان تاثير عليكم نتوما، يعني ما خلاكمش انكم تزيدوا في العطاء ديالكم؟ انا نيت ما استحملتش ديك النقطه. يعني هذا واحد من بين الاسباب اللي خلات في البلدي انه في واحد المرحله ضعف. يعني دابا حاليا راه باينه، شوف دابا باش نشرح لك استاذ، دابا هي استاذه انا عرفتها هي تخدم يعني بواحد الشكل تراثي، عندها فقرات ما كيمكنلاش تخرج عليهم. حنايا تنخدموا اوركسترا عصريه، راه لا بد من هذوك الالات العصريه، لان راه ما عندناش عاوتاني في الليله غير البلدي، راه كتمشي العرس راه كتغني كدير الصواميت كدير المغربي، انا كنهضر بعدا على نفسي لا حنا فقط حاليا كدير الشرقي كدير الخليجي، خصك من كل فنين طرف. لا حاليا كنناقشوا حنا غير فقط كنحاولوا نفهموا اكثر لاله عيشة الزكوت، كنحاولوا نفهموا اكثر وكنعرفوا دابا ولينا كنفهموا اكثر الراحه ديالها فين كاينه، حيت الفنان فين تنقولوا ما تعرفنا على هذا الفنان، يعني تنعرفوا الراحه ديالو السباس ديال الراحه ديالو فين كاين. والجميل في الامر ان اكتشفنا ان لاله عيشة الزكوت بدات مع الناس اوائل الاولين وبقات داكشي ديك العلاقه بين دوك الالات القدام هما اللي باقيين عندها. وهذا جميل في الامر. دابا حاليا وليت كنحس بواحد الا حتي وليت انطلقت حتى في الانترفيو، لان فهمت دابا لاله عيشة الزكوت فهمتها اكثر. نعم فعلا. وشوف حنا هاد الشيوخ هادو يعني هادو راه بركه، واللي قالوها لا اله الا الله عليها. حنا ما علينا حنا كشباب الا نسمعوا لهم وداكشي اللي قالوه ناخذوه بعين الاعتبار، داكشي اللي كاين ولو يكون عندنا افكارنا وكذا وكذا، ولكن ما تغفلش هادشي اللي تيقولوا هاد الناس، حيت شي حوايج مهما نعيشوا ومهما سميتو راه ما غنكونوش عشنا داكشي اللي دوزوه هما. صحيح، بكل صراحه. صحيح، يعني ما يصحبش البنادم راسو راه واصل ولا شي حاجه، راه شحال عندك في الميدان دابا الا قدرنا نحسبوا بالسنوات، شحال دوزتي غنى سنين شحال طحنتي غير غنى عمر مثلا عمر دير انت غير من السبعينات لهنا ولا قلنا الستينات؟ لا دير احنا السبعينات، حنا درنا غير السبعينات نيت واخا من السبعين لدابا. شكون اللي الاخوان شكون اللي من السبعين؟ ما عارف نشوفوا الاخوان اللي معنا اللي كيف من السبعين لدابا ما شاء الله. ها 50 سنة ديال العمل فقط كعطاء موسيقي ما شاء الله ما شاء الله، نقولوش بدايه وبطول العمر ان شاء الله. والله يخليك لينا امين، وما زالت حرتي وتواطي والدردقي ان شاء الله ان شاء الله، ومع الشباب ومع الشباب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع الشباب ان شاء الله. باقي واحد السؤال كذلك، عفاك الزكود نعم كيفاش جاتك اللقب، كيفاش خديتي اللقب الفني؟ هذه زكود هذه غير جات موهبه من عند الله، كانوا الوالدين ديالي في ميدالات، كان عندي واحد الولد كنت بغيت نمشي نختنو اييه، وديت الجروب من هنا من الرشيدية إيه؟ كان واحد جارنا كيبرح لي فرخ زكود، افرخ زكود زعما واش كتعني؟ دابا بالمحبه، دابا غير بالمحبه هو باش يقول لي، حيت مي انا سميتها زكود. قول لي انا الوالده ديالي الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين سميتها زكود، تيبرح لي فرخ زكود، الا بغى شي حاجه نديها له ولا نجيبها له، هذيك فرخ زكود جيبي لنا هذيك ولا جيبنا بحال ابنيه فلانه. هذاك الجروب سمع ديك فرخ زكود بدا كيبرح له حتى هما فرخ زكود، الزكيكيد الزكوده جات لهنا بالجاز، مشى لفرخ وبقات زكود. سمعت والله يبارك فيك الله يخليك، ها باش ها باش تقالت هذا الزكود ومشات الحمد لله. ولو زكود كنقول نعم، كيقولوا عيشه كنقول نعم. والكنيه الاصليه ديالك شاكيري 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 عيشه شاكيري عيشه، انا عارف هذا الشيء
غير كنخليها تعتذر هي باش على خاطرها زوين. شاكر عليك حاليا وصلنا الله على المسنوع. عندك شي سؤال سي رضا؟ هو ما عنديش شي سؤال، وصلنا لنهايه الحلقه ضروري نسمعوا. بغينا شي كلمه طيبه بعدا في حق استاذ كريم والطاقم التقني والطاقم ديال هاد القناه والحضور الحضور والالتفاته اللي وقعت ان اننا فكرنا وكذا وكذا. هو المشروع ديال الاستاذ كريم، انا عاونته بالفكره وعاونته بالاستشاره الفنيه بحكم انني في الميدان كنعرف الفنانين، انا اللي استقطبتكم ولكن هاموا يعني هاموا المجهود. عفاك الا كان ممكن، سمحي قطعتك خالتي، الا كان ممكن تذكر الناس اللي باش يعرفوا. تحيه معنا استاذ محمد جلولي اللي غادي يكون حاضر معنا حتى هو في حلقه ديالته ان شاء الله. معنا استاذ عبد الناصر استاذ باحث الباحث كذلك في الفن. معنا استاذ جواد الطاقم التقني جنود الخفاء. معنا السي عبد الفتاح حتى هو من الطاقم. ومعنا الخال ديالي جا عندي ضيف وراه ولا مهتم. هو لا هو تيحب البلدي مش حاجة، ولكن دابا ولا اعتقد انه غادي يزيد يحبو اكثر. هذا الخال ديالي جا ضيف جبته معايا لان انا ما يمكنش ليا نخليه وتاثر بهذا الحوار والحمد لله. الحمد لله. مرحبا سي كلمه، كما قال لك شنو الاحساس ديالك؟ الاحسان ديالي الله يبدل علينا ساعه بخير. امين امين. هذا ما نطلب الله، الله يجعل سيدير بيتو فينا برحمته. امين. واللي ماتوا الله يعطيهم الرحمه، واللي باقي الله يطول العمر والله يوفق الخير للجميع. واللي كيتمنى شي حاجه الله يجعل سيدير ربي يقضيها له. امين. والله يلاقينا ولاقيكم في ساعه الخير، وكبرتوا بيا وشرفتوا بيا، الله يكبر بكم، الله يعطيكم العز والاقبال مع الله ومع عباده. حنا وليداتكم، وانتم راكم وليداتي. الله يجعل سيدي ربي يعطيكم السر اللي ما يقدر ولا يخسر. يا ربي امين. الله يحلي كلمتكم وحلات الصلاه على النبي وخيار الدعوه السر الله للحاضرين والغايبين. الحمد لله. برافو. اعتقد الفقره التالية ما كرهناش شي. الفقره دابا اللي غادي تكون لابد بدا عودنا الجمهور الكريم وكما هذا، يعني غتكون واحد الفقره غنائيه. انا ما تنعزفش، استاذة ما تتعزفش، حنا عندنا غير الحلق ديالنا هو باش نخدموا. اضطرينا نطلبوا استاذ محمد جلولي اللي راه حاضر معنا. غادي نطلبوا منه انه يتفضل، وانا غنعتقد اني غادي ننسحب بس انكم غادي تكون واحد الجلسه اللي السي محمد يعافاك الا كان ممكن تفضل معنا باش يرافق تفضل معايا السي محمد. تحياتنا له وتصفيقات عليه. برافو عليكم. الحمام نمشي معاك ديما، ويلي ويلي ويا الزينة،
الحمام نمشي معاك ديما نمشي معاك صغيرة وباش نوالفك ليتني يا كويتني ما نبرا والعساسة باري تغزلك يا وينا وين العساسة قولوا العالم الله يا وينا وين نمشي معاك أنا إلى خلاوني بغرامة ويتني ما نبرا لا 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 واش انتي ويانا لا 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 واش انتي ويانا سيدي رجعنا فيه وعرنا عليك ويتني يا جويتني ما نبرا لا تكبرك الله يبارك الله الله يبارك فيك.